استمع لقاع او مع الموسيقى بشكل خاص هسه شوي حلوه، لانه انا جاي من عائله موسيقيه كلها، يعني من ابوي اخوتي عمامي، يعني تقريبا كل عائله يعني فنانين موسيقيين. فمن وانا صغير يعني والموسيقى بدمي او مع العائله داخل البيت، فدائما كان ابوي يضل يغني او يسوي حفلات او كذا. فمنها صار موضوع انه اشي عادي بالنسبه لي، يا اما ادندن معاه او اغني معه او ادق على اجري او على كرسي او على اي شيء. فكان من وقتها يعني كان عندي هذا الدم الموسيقي. لحد ما صار عمري تقريبا حوالي 13 سنة تقريبا، تعرفت على رمز أبو رضوان، هو مؤسس يعني جمعية كمانجاتي اللي أنا دخلت فيها كطالب. مبدئيا دخلت يعني عزفت، أول عزفتها كانت كونتراباس، فبعدين حسيت إنه مش هالإيش بدي إياه، بعدين خلص رحت قررت أتعلم إيقاع. اما بالنسبه للالات، خاصه الالات الايقاعيه، في كثير الات ايقاعيه وفي كثير ناس بيعرفوا منها جزء البسيط، كخاص مجتمعنا يعني اكثر الشرقي، منها داف دربوكا، فيها زي اللي بيحكوا المسمى العام عندنا المظهر او فريم درام. هاي كانت اساسيات اللي تعلمت فيها. فبديت شوي وصرت يعني صار عندي قدره اني هلا اخش على العالم كامل، مش بس الجزء البسيط منها. بالنسبة للحفلات سويتها، يعني أنا كتير سويت حفلات بكتير مناطق مختلفة من العالم يعني، ورحت كتير محلات. هذا كان فرصة كتير حلوة وكتير غنية إلي، إن أروح أتعرف على عوالم تانية، على ثقافات تانية، على ناس تانية. فمنها يعني خاصة فرنسا، يعني بما أني أقمت فيها 5 سنين كتير سويت فيها حفلات. بس كان مشروع يعني مشروعي الأكبر إني أسست جروب. كملت تعليمي بفرنسا، اجتني منحه من مؤسسه عبد المحسن القطان وجمعيه كمانجات برضو ساعدوني، فكملت تعليمي الجامعي في فرنسا. خلصت يعني تقريبا 5 سنين ونص، كانت موسيقى كلاسيك وجاز. كمانجاتي كهدفها انه زي ما حكيت توصل الفكره او تعلم الاطفال اللي مش قادرين يتعلموا. فهلا انا بعد ما خلصت دراستي الجامعيه روحت على البلد، وانا هلا بدرس بجامعه كمانجاتي، بدرس ايقاعات درامز كذا، وبدرس نظريات موسيقيه كمان، وبدرس باكثر محل كمان هون بالبلد. اربعة 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 ارب
طموح اني اعمل مشروع ايقاعي كبير بالبلد، وعمالي يعني بشتغل عليه، وعمالي صار لي 4 سنين بكتب كتير افكار وبكتب كتير برامج، وان شاء الله يعني قريبا بدي ابلش اول خطواتي فيه. عشان هيك خلص بدنا اشي بدي اسويه، يعني حابب اسويه ولازم اسويه، وهذا كتير يعني مشروعي انه ان شاء الله اتوفق فيه، وان شاء الله اللي انا حابب اقدمه للمجتمع، عشان اللي انا رجعت له عشان اقدم له هذا الاشي.